ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت عناصر الشرطة الديمومة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكا صباح اليوم الأحد المتزامن مع أول أيام عيد الفطر من توقيف فتاة في العشرينيات من عمرها ووضعها تحت تدابير المراقبة الأمنية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وذلك بتهمة تخليها عن جثة مولودها بحاوية لجمع النفايات غير بعيد عن المستشفى المذكور. وذكرت مصادر محلية أن فتاة عشرينية حلت صباح اليوم الأحد بقسم المستعجلات بمستشفى خريبكا على متن سيارة إسعاف وهي في حالة حرجة بعدما فاجأها المخاض، حيث قرر طبيب المداوم عرضها على طبيبة أمراض النساء والتوليد بعد أن ادعت أنها تعاني من مشاكل صحية بسبب الدورة الشهرية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعنية بالأمر فور وصولها دخلت إلى مراحل المستشفى لوضع مولودها قبل أن ترمي بها في حاوية النفايات. وفور إشعار عناصر الشرطة بتفاصيل الواقعة حلت بعينه المكان وباشرت تحقيقاتها في القضية لكشف ملابساتها، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.